السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ناخذ معنا لالة لطيفة من مدينة سطات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ أولا، والله يخليك. عندي واحد السؤال. واحد السيدة قسموا واحد الأرض ما بين خوتها وورثات، مهم، خدات منها 2,080,000 ريال وبغات تعرف شحال ديال تخرج منها ديال الزكاة. وواحد الدعاء الله يخليك. لا تعالى لا قلتي لي اسمحي لي غنخليك تكملي باش نفهم السؤال ديالك. دابا هي واحد الأرض هذه الأرض هذه مشاو ورثة قسموها. تباعت. واش قسموها ولا باعوها؟ لا تباعت وقسمتها مع خوتها، كل واحد جات حصة. شحال الوقت وهي كتباع؟ شحال الوقت وما حطينا باش تباع؟ تقريبا تكون شي عام تقريبا. كامل عام ولا اقل من عام؟ لا كمل العام. كمل العام مزيان. هي شحال جاتها؟ جاتها 2,080,000 ريال. واخا لا ان شاء الله، انا دابا غادي نجاوبك ان شاء الله. شكرا واحد. واحد الدعاء الاستاذ الله يجازيك بخير. شي اخوات مصابات بهذا الكوفيد، الله يجازيك بخير، دعاء للجميع. واجب لالا، واجب لالا ان شاء الله تعالى، واجب لالا. تسالينا الدعاء بظهر الغيب ان شاء الله. لكن قبل ذلك نوضحوا هذا الامر هذا ديال الزكاه. اولا بالنسبه للزكاه قلنا دائما بلي لابد فيها من شروط. اول الشروط هو ان يحول عليها الحول، يعني الى ما كانش قل الى كان قل من عام راه ما فيها زكاه. وبما ان هاد الناس كانوا حاطين هالبيع اكثر من عام اذن فقد وجبت فيها الزكاه. زكاه المحتكر راه فيها يعني حتى هي 2.5%. مزيان. الامر الثاني هو انه هل بلغ المال النصاب؟ لم يبلغ مالها النصاب. هي عندها 2,080,000 ريال راه والو. علاش؟ لان النصاب هما الفلوس اللي كيشريو لك 85 غرام ديال الذهب الخالص عيار 24. غادي نمشيو نسولو في السوق شحال داير الذهب عيار 24، غادي نلقاوه مثلا داير واحد 550 درهم مثلا. الا كان داير مثلا 550 درهم غنقبضوا 550 وغادي نضربوها في 85، وهذاك الشيء اللي كيعطينا هو المقدار ديال النصاب. غادي نلقاو تقريبا شي 4.5 مليون، يعني قل من 4.5 مليون راه ما كايناش الزكاه اصلا، واخا يدوز عليها حتى 10 سنين. واضح. اما بالنسبه مثلا لخوتها اللي داز عليهم عام، هي قبضت 2,080,000، يعني خوها غادي يقبض 4,160,000 ريال. 4,160,000 فيها الزكاه، اذن شحال غادي يخرج؟ غادي يخرج 2.5. علاش؟ لانها عام وهما حاطينها كتباع. لان فقهاءنا المالكيه يفرقون في الزكاه بين التاجر المدير وبين التاجر المحتكر، وهذا التفريق فقط كاين غير عند فقهاءنا المالكيه، ما كاينش عند الفقهاء الاخرين. المدير هو داك اللي السلعه داخله خارجه، الفلوس داخله خارجه. واضح. المحتكر هو اللي عنده مثلا شي ارض ولا شي عقار عموما الى اخره، تيتسنى حطوا البيع، كيتسنى يتباع لان بغى فيه واحد الثمن معين. الى داز عام وجبت الزكاه فيه. واضح. عام او عامين او 3 سنين او 4 سنين او حتى 5 سنين هو حطه باش يتباع، تباع كيخرج فيه الزكاه ديال عام واحد اللي هي 2.5%. اما هاد السيده راه ما عندهاش نهائيا الزكاه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.